ونتكلم النهاردة عن الكلمة الخبيثة والكلمة الطيبة. فاك ايه الكلمة الطيبة او الكلمة الخبيثة اللي اتقالت لك وممكن تكون اثرت فيك او خلت يومك يا متشقلب يا اما حلو؟ انت لما تشتغل وتحس ان انت مثلا انجزت شغل كويس وتلاقي حد بيشجعك على دوت, فده ممكن يخليك تكمل لو هتشتغل, لو مش هتنام. في كلام تاني, ممكن تبقى شغال ومدي شغلك حقه وعامل كل حاجة فيه, وحد يجي يقول لك كلمة صغيرة يوقع لك مودك كله, يخليك مش طايق نفسك, مش قادر ان انت تكمل حتى ساعة قدام كمان يعني. فممكن كلمة الله ينور تخليك معنوياتك في السماء. طب ايه اكتر كلمة وحشة اتقالت لك ولحد النهاردة مش ناسيها؟ يعني ممكن في الشغل بتلاقي حد يقول لك انت ما حققتليش اللي انا عايزه, ويكون انت مأدي كل اللي انت المطلوب منك وزيادة يعني. حضرتك قلت قبل كده لحد كلمة وندمت انك قلتها له؟ يعني انت ممكن تقول لزوجتك قلت لها قبل كده ايه وندمان عليه وممكن تعتذر لها النهارده فيه, وانت طلبت منها حاجه معينه ان احنا نعملها في البيت وما اتحققتش, وانا ما قدرتش الظروف اللي هي كانت فيها, ظروف الاولاد والضغط العصبي بتاع الاولاد والكلام دوت, وانا كنت جاي برضو من شغلي ممكن يكون جاي تعبان متضايق في ضغوط نفسيه. هي عملت ايه وكرد فعلها؟ عملت عيطت. عيطت؟ لما شفتها بتعيط عملت ايه؟ ما استحملهاش ان هي تبكي او كده, وده صعب علي لان طبعا عشره عمري وحب عمري يعني, ربنا يخليها لي ويحفظها لي ودايما مع بعض في الخير يعني. اعتذر لها تقول لها ايه؟ انا اسف واتمنى ان اكون زوج عند حسن ظنك يعني. انت بقى حد قال لك قبل كده كلمه بكيت بسببها؟ اكتر حد ياثر فيه قوي لو قال لي كلمه ان هو او يحسس ان هو زعلان مني هي امي وابوي, لو انا حسيت ان انا قصرت معاهم ده ممكن يدمرني نفسي. في حاجه حد فيهم قالها لك خلاك تعيط او لو هم كانوا فاهمين حاجه يعني حاجه ان انا عملتها غلط وانا حسيت بالظلم من في الكلام يعني, فبكيت على كده يعني. حسيت بالظلم في مواقف تانية غير الموقف ده؟ والله مرة في شغلي. ازاي؟ شغلي كنت محقق شغل كويس جدا, وحد تاني خد الشغل ده نسبه لنفسه وحد من اللي موجودين معايا يعني, واتهمت بالتقصير في ان انا ما حققتش اللي مطلوب, بس طبعا عند ربك سبحانه وتعالى مفيش حاجة, مفيش ظلم يعني. ثابت عليك نفسك؟ ثابت علي نفسي طبعا, ولكن كنت على يقين تام ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضني وهيرجع لها. كلمت ربنا قلت له حصل, قلت له يا رب انا عارف ان انت ما بيضاش عندك الحقوق, وانت عارف ان انا اشتغلت وتعبت وان ده كله شغل. اللي حصل حاجات كتير, رديت لي كل حقوقي اخرها السنه دي يعني, اخرها السنه دي ان انا السنه دي اتكرمت في شغلي وخدت درجه. اتكرمت؟ كنت مستني. الحمد لله يعني, خدت الدرجه الوظيفيه اللي كنت اتمناها بدون ما اسعى ليها, فوجئت بيها اصلا يعني. قال لك شكرا وقتها؟ قال لي شكرا. وبرافو عليك. الحمد لله. لو انت زعلان من زوجتك ايه الكلمه لما بتسمعها منها تتبسط بقى خلاص مفيش حاجه؟ انت حبيبي ومليش غيرك يعني, فما ينفعش انت تزعل منه, تتبسط وخلاص مفيش حاجه. خلاص ما انا برضه بيعرف يثبتك ولا كلام معلوش جمرك, لو عليه جمرك ايه اللي هيحصل؟ عليه جمرك. لو عليه جمرك ايه اللي هيحصل؟ احنا بندفع جمارك الكلام بدون ما نحس, ولو احنا بندفع فلوس على الكلام الغلط اللي بنقوله فاحنا هندفع كتير. كتير هندفع كتير. عليك كام؟ عليك كتير. عليك كتير. ها بس انا الحمد لله بحاول ان انا دايما يعني ما ازعلش اللي قدامي حتى وان كان على حساب نفسي. في طاقه للعب ان شاء الله. في يلا بينا نلعب. نلعب يلا بينا نلعب. انت الاحمر ده بتاعك والازرق ده بتاعنا. واحد صفر ليا مبدئيا. بس لا انت بص بقى تاني بقى عشان 2-0 ليا. انت حاسس ان انا ماسك صينيه بسبوسه؟ شفت؟ ما تقعش منك مع القهوه. هوا هوا ماشيه هوا. هوبا انا جامد جدا. ايوه ايوه. لا بقى اختار بقى حضرتك انا وفانوس فيهم. اختار. ها الاحمر. الاحمر ماشي يلا.
اوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. الف مبروك، الف الف مبروك يا باشمهندس امين. الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا جماعه. احلى حاجه فيهم النهارده والله. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.